الله ينور يا مدام، ايه الحلاوة دي؟ الله ينور عليك. فردت بصلة كبيرة عليه معلقتين كبار كده زيت زيتون، ورقتين لورا، وبترشي شوية فلفل أسمر في قلب على البصلة وهي بتتقلب، تدي لها طعم حلو. صفرت اهي، وننزل عليها بنص الخضرة، شبت وكزبرة، شبت وكزبرة، شبت وكزبرة. قد ايه شبت وكزبرة؟ ربطتين برضه. ربطتين يعني ربطتين كزبرة وربطة شبت، وهننزل عليها بنص البصل، دول البصلتين اتنين كبار، هننزل عليها بنص البصل. البصل انا حاطه له ملح وفلفل. وهننزل على دي جزراية كبيرة، هننزل عليها بنصها. نص الحاجات كلها يعني. وبصل وبصل. ودول فصين توم. هنحطهم كمان عليه. صحاح كده. صحاح عشان انا بشيلهم بعد كده. نقلب البصل عليه ملح وفلفل بهارات. نقلبهم مع بعض. طبعا لو انت هتحطي المحشي في التلاجة، هتبيتيه في التلاجة لتاني يوم، بتحطي كل المكونات دي، ما بتسيبيش بصل ني بره. انما لو هتشتغلي بيه النهاردة، يعني لو هتعمليه وتسويه النهاردة، بسيب انا نص البصل ني. انا بحب اسيب نص البصل. المكونات دي بتتحط ني في قلب الرز. لكن لو هتبيتي المحشي لتاني يوم في قلب التلاجة وتسويه بعد كده، بتحطي البصل كله في قلب التسبيكة. انما بقيت الحاجات التانية زي ما هي. ننزل بقى عليه بالايه؟ بالطماطم، دي طماطم متسبكة. هنحط بقى في قلب الصلصة دي بقى، هنسيب قد ايه صلصة؟ دول حوالي كيلو. تمام. بس هي متسبكة بقى. تمام. وانا بحب الصلصة تبقى زيادة شوية في قلب المحشي. اختيار شخصي. اختيار شخصي. هنعمل بعد كده هتحط الرز بقى. وبعدين انا بحب اشيل معلقة من قلب الصلصة اعمل بيها الشوربة بتاعت المحشي اللي انا هسقي بيها. بعد ما الصلصة تتسبك كده تشيل منها معلقة. بعد ما الصلصة هنحط ايه بقى دلوقتي على الصلصة؟ هنحط الملح. وشوية فلفل أسمر، شوية بهارات. عايزة تحطي بقى بابريكا، عايزة تحطي توم، عايزة تحطي بصل بودرة وتوم بودرة، ماشي، مكعب مرقة، ماشي. على بال ما الصلصة تتسبك حلو، هنقلب على المكونات ديت الرز اللي احنا ايه غسلينه ومصفيينه. انا مصفياه. نقلب بعد ما الصلصة تتسبك بقى حلو وتبرد، هنضيف الرز بقى عليه. هنضيف الرز عليه. اجيلك بقى بعد ما ضفت الكلام ده وبتحشي بقى. مش اوكي. تعملي ايه بقى يا مدام؟ هنلف المحشي. تمام. الورق العنب اللي احنا سلقناه، انا قصرت عليكم يعني في موضوع السليق والحاجات ديت، بس هو نص كيلو ورق العنب. بناخده نسلقه في ميه، الميه عليها معلقتين ملح، نص معلقه زيت صغيره، نص ليمونه. ونغسل الورق العنب الاول، ده حوالي نص كيلو ورق عنب. بنغسل ورق العنب الاول، ونبتدي ناخد طبقه بطبقه، نحطها في قلب الميه السخنه بعد ما تغلي. بياخد حوالي دقيقه على الوش ده وعلى الوش ده. انت بتعرفي لما لونه لونه بيتغير. دقيقه على كل وش للورق. تقريبا يعني. تمام. هي بتبقى كذا ورقه مع بعض، من مش هنسلق شويه مش هنسلق ورقه بورقه. بيبقوا شويه على بعض ونسلقهم مع بعض. تمام. كده الحله قدامنا اهي، انا حشيت فيها شويه. بتحط ايه في ارضيه الحله؟ ارضيه الحله لما بيبقى عندك العروق بتاعه الورق بتاع العنب بنحطها، مش موجوده
بنخرط طماطمية ترانشات مع بصلاية ترانشات، ونمسكهم نحط لهم شوية فلفل أسمر صغيرين كده مع شوية ملح، ونخرط معاهم حوالي 4 فصوص ثوم أو 5 فصوص ثوم، ونفرشهم في أرضية الحل. تمام، وتبدأ الرص بعد اه كده. ونعصر لهم نص نعصر لهم ليمونة. تمام، وتحط فصوص ثوم وانت بتحشي كده وسط المحشي، اه انا بحب المحشي احط له فصوص ثوم، بيبقى طعمه وتبدأ جميل مرحلة جدا. الرص. تمام، اه هنخش بقى على مرحلة الايه، الحشو. الحشو. احنا بنحط على الورقة وشها تحت وظهرها فوق، ونبتدي نحط الرز على قد الورقة. اجيب من الطرف ده ونجيب الطرف ده، الطرف الشمال والطرف اه اليمين، وبعدين الطرف اللي ورانا اهو بتجيبيه على الايه، على على فوق. شوية الرز. احنا غطينا الرز خالص اهو، نبتدي نرجع الرز لورا عشان يبقى كله حاجة واحدة، ونضغط عليه بصوابعنا. زي ما انت اهم قافله حاجة كده مبداها نقفل عليه بصوابعنا كده علشان الرز لا يبقى طالع بره ولا داخل اهو، ويبقى مدموج مع بعضه مكبوس. هو المكبوس ده. ايوه، وبعدين ايه، ونبتدي ايه، نبتدي بقى بتلفي نلف. وتسحبي الورق. ايوه تطلع معانا يطلع معانا صابع الرز مظبوط، مفيش حاجة فيه فكة. آه تمام، ومية مية اهو زي ما احنا شايفين كده. وتبدأ مرحلة الرص. ونبدأ مرحلة الرص. نص كيلو ورق العنب بياخد حوالي 4 كوبايات رز او كيلو يعني. كيلو، اه كيلو تقريبا تمام. زي ما اتفقنا. بقى وش الورقة تحت اللي هو اللي بيلمع ده، ظهرها هو اللي فوق. احنا شلنا معلقة من التسبيكة، حطينا عليها المية والملح تمام. وحدقناه. حطي بقى بابريكا، حطي بصل بودر، ثوم بودر، وظبطي ايه الشوربة بتاعتك، هتبقى تمام التمام. تمام، وبعد كده بتغليها. بنغليها بقى علشان هنسقي بيها الايه، المحشي. المحشي. المحشي هو عملناه، خلصنا الحل اهو. تمام. تمام، هنحط بقى عليها كمان، على الحلة دي هنعصر لها حوالي 3 ليمونات. جميل يبقى الثوم، الليمون. جميل. هنسقي دلوقتي بقى ايه المحشي ايوه، اهو. على فكرة النص كيلو ورق عنب بياخد حوالي 4 كوبايات رز، يعني تقريبا كيلو. تمام. ادي ايه سقينا الايه المايه لحد فين بقى؟ اهو. كان عندك صفة عالية وصفة نازلة لتحت شوية. ايوه هي فوق الصفة بايه، بحوالي عقلة قيمة صباع. عقلة صباع كده. تمام، ماشي، بس كده. والنار عالية. والنار عالية، ما ينفعش نوطي على المحشي. تسيبي لمدة قد ايه؟ نص ساعة، لمدة نص ساعة. هو المحشي بياخد نص ساعة على النار. أهم حاجة ايه؟ لايك وشير واشتراك. واشتراك. تمام، ماشي أنا هعمل لك لايك. ماشي. خلصت التسوية؟ خلصنا طب التسوية. ورينا كده. أوه، أهم حاجة بقى ما تنسوش تعملوا لنا ايه؟ لايك وشير واشتراك. يلا، سلام عليكم.